نشبت مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي والمخلوع شهدتها مناطق مختلفة في محافظة البيضاء. وأفاد مصدر ميداني أن جبهة الوهبية على الحدود بين محافظتي البيضاء ومأرب شهدت مواجهات عنيفة بين المقاومة وميليشيات الانقلابيين استخدم فيها الطرفان أسلحة ثقيلة. من جهة ثانية اندلعت مواجهات أخرى بين الجانبين شهدتها مواقع المختبي والنقطة بمديرية ذي ناعم، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا محمد سالم الطيابي، قيادي بمقاومة البيضاء. مساء الخير سيد محمد. مساء النور. ما هي أبرز ملامح خارطة المواجهات التي تدور اليوم في البيضاء؟ ما تزال المقاومة مستمرة في محافظة البيضاء، في مدينة بناعم وفي مدينة الصومعة وفي مكيلات وفي الوهبية وفي جيفة، فجميع هذه الأماكن التي تواجد فيها المقاومة منذ سنوات وهي تداوم وتدارع تلك الميليشيات الإنقلابية التي من يوم أتت إلى اليمن لم يرى اليمن خيرا منذ دخول تلك الميليشيات. وقد تصدت المقاومة بمديرية ذي ناعم لميليشيات الحوثي في المختبي بالقرب من يفعان وشعب ناصر، وقتل عدد من تلك الميليشيات، ولم يمر يوما من الايام على تلك الميليشيات ولم يخف يوما من الايام على تلك الميليشيات من استهداف منازل المواطنين، وكذلك المقاومه تستهدف تلك الميليشيات يوميا في مواقع. يعني بالنسبه لهذه المعضله وهي استهداف مساكن المدنيين، ما هي ابرز المناطق الاكثر استهدافا من قبل الحوثيين للمدنيين؟ أكثر مناطق استهداف للأماكن السكنية في يفعان وفي مديرية الزاهر، نعم، في آل حميكان. هذه المديريتان وكذلك الصومعة ومكيرات هي من أكثر المديريات التي استهداف كثير من المنازل وقتل من الأطفال والنساء في تلك المنطقة. وهناك منظمات حقوق الإنسان قامت بحصر تلك الاعتداءات التي تقوم بها، ومنها اكبر جريمه قامت بها تلك الميليشيات وهي مقتل المشايخ من ابناء ذي ناعم عندما اخذتهم تلك الميليشيات وقتلتهم ورمتهم في احد الجبال حتى احد الرعاه في الاغنام حصل جثه المشايخ جثثهم مرميه في احد الشعاب. وهذه هي نموذج بسيط لما تقوم به تلك الميليشيات. يعني تم تعيين محافظ جديد للبيضاء، ما يعني ما الجديد، او هل يوجد هناك اي تحرك او اي قرارات ربما اتخذها او سيتخذها بعيد تعيينه؟ هناك قرار اتخذ بتعيين محافظ جديد الاخ صالح بن احمد الرصاص، ولذلك نبارك له على هذا المنصب. نعم، وندعو الله ان يعينه، وهو اليوم قام بإعطاء القسم الدستوري اليوم أمام رئيس الجمهورية، وإن شاء الله أن يكون في هذه الخطة بداية جديدة، وهناك بداية لترسيم أبطال المقاومة واعتمادهم ضمن الجيش والأمن. فهناك إن شاء الله أن في خطوات قادمة، ولذلك ندعو أخواننا في التعارف وندعو رئاسة الجمهورية وندعو جميع المسؤولين على الاهتمام بالمقاومة في محافظة البيضاء والدعم والاهتمام بالأسرى وبالشهداء والجرحى وأسر الشهداء والجرحى، ولذلك ندعوهم إلى الاهتمام بذلك والاهتمام بمقاومة البيضاء التي لها سنوات، وهي من أكثر المقاومات التي كلفت الحوثي كثير من الميليشيات. وصلت الفكرة محمد سالم الطيابي القيادي بمقاومة البيضاء، كنت معنا عبد